مدحوينها جمهوريادة سوماليلان موسى بيحي عبدي ايا قطب السندات كي كهور جيدية لبدا قول قران سوماليلان وحانا كسو قيب قليب بضيح اللبان ندا بارلمان كسوماليلان غار كميدا قولها وزيرادة حسبي يدا معارض كي يددوينها دو ترابضان مدحوينها سوماليلان موسى بيحي عبدي ايا وحاو كهالي حالد دا قود دالك ومر ايو يسو قوغور بيحيي مدن ياشا بارلمان كسوماليلان انتي وتلد دالك هايي مدحوينها او كهالي ايا وحاولي ولا ليال وحن كنا والله أدون إسبدلك هرمك أقانتو ليرين يا إسبدلك أسي وحوس عامين تون يتوتهم بكله يا هاي نورشين وحوس عامين يا هبك أدب وفكره يا هبك لو أديك سد أقانت عصرية وحوجين يا وكبعين يا لقاره عافيماتك كابياش لقاره هي تكنولوجيا عصرية. إسبدل كني وحوله يهاي لنعيه طبعا وحانا كمدا وحكينا وأبورا برشو كلفغاته لنعدقارها أقونتا يلقنك. تكنولوجيا عصبي وحاي بابين إيسا هبنا رليد كي انتبادا برشوينك كالدوان أدونك. إسلام مركانا وحكينا إسبدل كني إسبدل عميرو أهر سيدا أوارو دوفانو إير روبا وقت يوضا سيغا أرين تاري وحاي نفر إيسا إنا نحوك سارنو كفكرك مستقبل كفوك مدر ريال مانت سومالنا هدارنا هاي قولها أي نقارني وحاي نكوهانا ناي غرقارك أي بكا سكو أودينا قران أو اسكو دوبان رجلينا أوصر رئيسة هنك إياه ملذين أوفو إلى أنت قبل ملذين إياه كرقنك شروع ذلك حير كان وحاقو ديب وحابين إياه أذيك يدا أي بحيان مامولا ذا قبل ذا إياه دقموين وحانو كواتبين إياه مسؤوليات ديري أه مامولا ذا دقموين كذلك وحاقو تشيل إياه لقارها كوبا حق رياشة دروده هوسي سي لو كرديو أذيك قار إياه موادنك عشور بحيها مدن عيال إنك استوى أنه حق أمنك كقادني تلابوين كوركو حسن هدانا وري واحد جرى هولا أباهم وحكا قبر عراض إيو حرقفها بيريسان كالحدا عبر شوينك وداقاه ديقانا إيو قبلا ذلك وحانو كتليننا إن أمانتين أين حوق سارنو سيدي لو جوجين لها حرقفها بيريسان حرقفها ني وحي إنه حيان دمشا بدن خساره دقاله iyo kala fogaanshaha dadka walaalaha taas oo keenaysa dib u dhac weyn ma suurtoobayso inaan u sameyno horumar caafimaad iyo waxbarasho wanaagsan iyo in aan maalin walba ku jirno gurmad ciidan iyo culimo iyo guurti iyo odayaal iyo xukuumadba kala dhex taagan laabeerood oo walaalo oo foodis kula jira shaqala aanta dhalinyaradu waxay halis ku tahay amniga dalka waxa abuurmay kooxo dhalinyaro ah oo ku kacafal dambiyeedyo ay ka mid yihiin isticmaalka mukhaadaraadka taas oo kordhisa shilalka baabuurta iyo dambiyada ka dhaca dalka xukuumad ahaan waxa wada qorshayaal badan oo laga hortagayo dambiyada dhalinyarada ku kacaan balse waxaan ku goorinayaa waalidiinta culimada aqoonyahanka ganacsatada iyo guud ahaan shacabka inaynu ka wada shaqeyno sidii shaqooyin loogu abuuraha dhalinyaradeen kumadu waxaan u dhisanay oo awooda fulinada loo siiyey in ay hubiso in muwaadinku helo adeegyada bulsho ay ka mid yihiin cunto biyo caafimaad waxbarasho iyo shaqaabo xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa